وبركاته متابعيني متابعين قناتي روزري وورلد، يا رب تكونوا في احسن صحه وفي احسن حال. ان شاء الله هنعمل النهارده مع بعضينا صينيه بطاطس بالفراخ ورز معمر. اول حاجه عندي هنا بصله، عندي هنا بصلايه، انا جبت بصلايه كبيره شويه وحطيت معاها فصين ثوم اهو عشان انا عايزه افرمهم في قلب الكبه. تمام، هفرمهم وبعدين هحط عليهم البهارات وهنشوف البهارات مع بعضينا ايه. زي ما احنا شايفين كده حبايبي، انا كده خلاص فرمت البصل وانا عاوزاه افرمه بالطريقه دي علشان مش عايزاه يبان في قلب البطاطس قوي. تمام، هبدا بقى احط البهارات بتاعتي اللي معايا. البهارات على حسب ما انتوا عاوزين، مش قاعده اساسيه يعني البهارات اللي انا هحطها انتوا تحطوها. انا عندي هنا هحط فلفل اسود، تمام، وهحط معايا كمون اهو. طبعا احنا بنبهر الملح بنبهر البصل دلوقتي لان البصل ده هيدخل مع البطاطس وهيدخل مع الفراخ. عندي هنا بهارات، كزبره ناشفه، طبعا صينيه البطاطس من غير كزبره ما تنفعش لازم. عندي كمان شطه، عندي هنا شطه اهي، تمام، انا بكتر الشطه شويه عشان احنا بنحب الشطه. اوكي، عندي بابريكا، هحط بقى البابريكا حبه حلوين كده عشان انا بحب ريحه البابريكا مع الاكل، بحس ان طعم الاكل مدخن. اوكي خلاص كده تمام. هجيب الملح، هنحط رشه ملح بس رشه محترمه كده يعني، تمام اهي. وهنقلب بقى كل البهارات دي تمام كده، وهحط بقى هنا البطاطس معايا هنا في البايركس. تمام، هنزل بالبطاطس كلها كده وهحط عليها شوية من البصل. تمام، وافرمهم يعني مش افرمهم لا ادعكهم فيه شوية عشان ادخل البصل مع البطاطس. اوكي، انا بالنسبة ليا انا صينية الفراخ اللي بالبطاطس بحب اعملها كده قوي، طبعا كل واحد يعملها بالطريقة اللي تريحه ولكن انا بعملها كده. وانا بعملها دلوقتي عشان البنات الحلوين اللي داخلين بقى على الجواز وكده ولسه ما عندهمش خبرة قوي في المطبخ يعملوها. ولكن انا عارفة ان انتوا كلكم ما شاء الله عليكم يعني ممتازين جدا 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 في المطبخ، بس احنا بنفيد وبنستفيد من بعضينا كلنا. تمام، خلاص انا كده خليت البطاطس بتاعتي كلها بالبصل والبهارات. تمام، هزود بقى هنا مع البصل بتاع الفراخ اللي انا هتبل بيه الفراخ، هحط معاه شويه قرفه لان طبعا زي ما احنا عارفين انا بحب القرفه جدا جدا مع اللحوم ومع الفراخ بتبقى حلوه قوي. ف اللي مش حابب التكه بتاعت القرفه دي يشيلها، انا بالنسبه لي القرفه دي شيء اساسي في اللحوم. هبدا بقى احشي الفراخ كده اهو من تحت الجلد كده، تمام اهو، وهحاول ادخل التتبيله جوه تحت الجلد بالطريقه دي، وهحط هنا كمان من ناحيه العظم علشان تخلي الفرخه عندي كلها مشبعه بالتتبيله الجميله دي. اوكي، زي ما احنا شايفين هنا بقى حبايبي انا جبت علبه صلصه، تمام، فضيتها هنا مكان البصل والبهارات، وحطيت بعد كده شويه ميه علشان اجيب بقيه الصلصه اللي في قلب العلبه. اوكي، وهقلب كده شويه عشان اخلط الصلصه كلها بالميه والبهارات اللي باقيه هنا في قلب الكبه معايا، وهنزل عليها كلها على الفراخ والبطاطس. تمام، وهزود شويه ميه كمان علشان الفراخ تستوي في الفرن هي والبطاطس ان شاء الله مع بعض. عندي بقى في المرحله دي قبل ما ادخلها الفرن بصراحه انا بحب اعمل كده، احب اقطع فيها ترنشات فلفل شطه، اولا بتديها ريحة وطعم خطير الفلفل الاخضر عامة او الفلفل كله بانواعه بيبقى ريحته حلوة قوي 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 في الفرن مع الصواني او الطواجن. تمام، انا هنا قطعت الفلفل
الشطه، هحط عندي بقى هنا كام ورقه لورا، ومش هحط حبهان بصراحه، لان انا بتضايق من الحبهان لما ولادي بيقعدوا يطلعوه من الاكل وبعد كده بيسيبوا الاكل عشان الحبهان، فمش مشكله حبهان. انا التوابل عندي كده هتغني عن الحبهان خالص. تمام، هقفلها بقى بالفويل وهدخلها الفرن وهعمل الرز المعمر. طبعا انا عملت الرز المعمر معاكم كتير قوي، ولكن انا دلوقتي هجهز الرز المعمر وهدخله الفرن مع البطاطس، وساعه ما يطلعوا ان شاء الله من الفرن ويجهزوا هما الاثنين هقدمهم لكم ان شاء الله يا حبايبي، الوجبه بتاعتنا الخفيفه اللي ما خدتش مننا اي وقت. وبكده حبايبي تكون معانا صينيه البطاطس بالفراخ في الفرن خلصت، ومعانا كمان طاجن الرز المعمر. ما شاء الله الرز المعمر عندي اهو ما شاء الله مستوي جدا وطري جدا 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 ما شاء الله. وعندي هنا كمان الفراخ، هنجيب الاول الصدر اهو ما شاء الله تحفه مستوي جدا، والورك كمان اهو فظيع ما شاء الله. اتمنى ان انتم ان شاء الله تجربوه. ونشوف كمان البطاطس، البطاطس اهي زي ما احنا شفنا ما شاء الله مستويه جدا 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 وتحفه ان شاء الله. حبايبي اتمنى ان انتم تجربوه وينولوا رضاكم واعجابكم. وكانت وصفتنا النهارده سهله جدا وبسيطه جدا جدا وما اخدتش مننا وقت، وكل حاجه كانت في الفرن. ان شاء الله هنتظر منكم كومنتاتكم واللايك والشير والسبسكرايب، وان شاء الله هنتقابل مع بعضينا في اكلات وفي وصفات وفي حلويات ومعجنات احلى واحلى واحلى، واللي جايه احلى ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. باي باي.